وفي هذا اللقاء الذي يجمع الجبال بالعربي لأول مرة في هذه المسابقة، أمامنا في هذه الصورة بكل تأكيد ماهر الشمري المدرب الكويتي اللي عنده تجارب عديدة، وأمامنا في هذه الصورة التشكيلة الرسمية لفريق الجبال بقيادة المدرب لارنت هاجس المدرب الفرنسي اللي لاعب خبرة كبير جدا كسلمان المؤشر، بينما العربي بقيادة المدرب ماهر الشمري المدرب الكويتي اللي بدأ في الدوري الكويتي وانتقل لعدة أندية وبعد ذلك تجربة له في الكرة السعودية، ويحضر الآن هنا كمدربا لفريق العربي. فاز العربي في لقائين، ولكن هنا على بركة الله تبدأ صافرة البداية من حكم اللقاء الأستاذ عبد العزيز الشهري الذي يدير هذه المواجهة. ركلة ركنية للمرة الثانية لمصلحة فريق نادي الجبيل، الكرة بتلعب على القائم الأول وراسية، لكن مرت اللقطة الماضية كرة إلى سلمان المؤشر، راسية إلى الجهة اليمنى، تمريرة سريعة جدا لا زالت العرضية، بداية جيدة لفريق نادي الجبيل، سلمان المؤشر سريعة جدا في هذه الدقائق، سلطان فقية طويلة إلى الأمام وصلت أقرب إلى رافائيل مارتينيز، 10 نقاط لم يخسر ولا مباراة، فاز في 3 وتعادل في مباراة واحدة كانت من أمام العين 1-1 ومتصدر المجموعة ب10 نقاط. كرة سريعة جدا إلى تياغو، تمريرة إلى ويلمرسون وفرصة الهدف الأول، الله البداية تبدأ من البرازيلي ويلمرسون غارسيا الهداف الرائع، يسجل أولا ويأتي بالهدف الأول لمصلحة فريق نادي الجبيل. الله على صناعة جميلة، الله على تمريرة رائعة كانت هناك من المهاجم الهداف إلى الهداف الآخر، كانت رائعة جدا، كانت جميلة بطريقة إلى المرمى يا ويلمرسون غارسيا. ويلمرسون غارسيا بعد تمريرة رائعة جدا من تياغو المهاجم الذي صنع الهدف في اللقطة الماضية، فرحة هنا لرئيس نادي الجبيل وبكل ما نشاهد هنا في هذه اللقطة الرائعة وفي هذا الهدف الجميل وبهذه البداية التي تبدأ بهذه الصورة. شاهد 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 التمريرة، تمريرة كانت ولا أروع إلى ويلمرسون غارسيا، تمريرة كانت رائعة من تياغو كيروز، تياغو البرازيلي إلى البرازيل الآخر، ويلمرسون غارسيا يضعها في شباك مرمى العربي ويأتي بهدف أول لفريق نادي الجبيل. فرحة هذا البرازيلي، فرحة هذا الهداف. يأتي في هذه اللحظات إلى وسط الميدان، تمريرة طويلة إلى الأمام، الله كرة إلى تياغو الآن، تياغو الآن، تياغو الآن، خطأ هناك أو أوف سايد على وسط الميدان، سلمان المؤشر لكن تنقطع الكرة من سلمان، عادت إلى أولا جون، أولا جون الآن، أولا جون اللاعب المهاري، أولا جون الهولندي اللي يبحث الآن عرضية في مكان، لكن الكرة مرت وإبعاد كان حاضر. كرة بتصل سريعة جدا إلى الجهة اليمنى، طويلة إلى الأمام، رأسية حاضرة وبعد ذلك إلى رافائيل مارتينيز في اللقطة الماضية. إخراج الكرة من المناطق الدفاعية لفريق نادي العربي، فراس الغامدي من أمام سلمان المؤشر، بالأمس بجانب بعض في النادي الأهلي، الآن هم خصوما لبعض. يأتي التعادل من فريق نادي العربي، فارس عنيزي الكرة بتصل إلى تركي الجعدي، تمريرة سريعة جدا إلى وسط الميدان، لا زالت الفرصة طويلة إلى الأمام لا وجود الأوفسايد، كرة إلى سلطان، سلطان فقيه يسدد الكرة، الراية حضرت على سلطان، لكن حتى وإن لم تحضر الراية يا سلطان قد أضعت فرصة خطيرة جدا من أمام رافائيل مارتينيز حارس البرازيلي الذي ظهر في الصورة الماضية. شاهد هنا التحرك وبعد ذلك التمرير، من التمرير الرائع من أولا جون اللاعب الهولندي، كنترول والأروع، سلطان فقيه الظهير الأيمن كاد أن يأتي بالتعادل هنا الحاضر من خلال اللقطة الماضية، لكن الجعدي هنا أولا جون يحافظ على كورته، لمسة من أصيل الحربي، تمريرة إلى سلمان المؤشر يسدد كرة قوية، الله هذه كرات سلمان،
هذه كرات المؤشر الرائعة جدا، وكاد أن يأتي بمؤشر الهدف الثاني من هذه التسديدة الرائعة لولا تصدي لحسن مصلحة فريق نادي الجبيل. ركلة ركنية في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات، الكرة بتلعب عالية، الحسيني اللي يتصدى للكرة الماضية، هنا تمريرة عادت إلى سلمان، سلمان الآن مؤشر يسدد كرة بتعود، لا زالت هنا البحث عن المساندة وتسديدة، يا الله خطير وسط الميدان. تمريرة من المهنا إلى سلطان فقيه في هذه اللقطة، سلطان وعرضية على القائم الأول، لكن الكرة الماضية تصل إلى فراس الغامدي. فراس يبحث عن حميد تراوري، حميد عرضية في مكان وراسية خطيرة، يا الله تياغو يبدو لي متحمس أكثر من اللازم، وهنا على بركة الله تبدأ صافرة البداية من حكم اللقاء الأستاذ عبد العزيز الشهري الذي يدير هذه المواجهة. نعود وإياكم أحبتي متابعي قنوات السعودية الرياضية هنا من مسابقة الدوري الأندية الدرجة الأولى ركنية، ونتابع ونشاهد تركي الجعدي إلى فراس الغامدي، الغامدي يلعب كرة عرضية في مكان خطيرة على القائم الأول، عادت إلى أولا جون، أولا يمرر إلى حميد تراوري، عرضية في مكان، راسية من رينالدو دا سيلفا، وصلت إلى ويلمرسون البرازيلي يقود هذه الهجمة إلى سلمان، المؤشر هل كان أوف سايد؟ الكرة إلى سلمان، المؤشر يتقدم، المؤشر يسدد، كرة الله! هدف ثاني لكن الراية حاضرة، على سلمان المؤشر. نشاهد هذه اللقطة، نشاهد هذه الكرة، سلمان يبدو لي كان في موقف أوفسايد واضح جدا في اللقطة الماضية، لكن ويلمرسون البرازيلي ويلمرسون غارسيا، فينيسيوس والتحضير، سلمان والتمرير، ويلمرسون خطف الكرة، غارسيا يتقدم، غارسيا يمرر الكرة إلى فينيسيوس، هل من تسديد؟ فينيسيوس تأخر كبيرة جدا في هذه المواجهة. شاهد حكم اللقاء ما هو القرار في هذه اللحظات، ولا وجود لركلة جزاء. سريعة جدا إلى وسط الميدان، تمريرة الآن إلى تياغو تقدم، تياغو في فرصة، تياغو وكرة خطيرة، مرت الكرة الماضية، قتالية كبيرة من المهنة وأيضا الحسيني في اللعبة الماضية حارس المرمى. الكرة بتلعب الآن، الجبيل أعلن يتقدم الكرة إلى مصلح الشيخ، مصلح اللي يبحث الآن، مصلح تقدم، مصلح لازال، مصلح العرضية وتسديدة، أما هذا الكرة وصلت إلى أولا جون وخطيرة مرت من أمام رافائيل، خطيق نادي الجبيل، توجيهات من سلمان لا زالت مستمرة، الكرة من تياغو تحصل عليها تياغو الآن من كرة عرضية لكن إلى أيمن الحسيني، إلى وسط الميدان في الكرة الماضية، وتمريرها إلى الجهة اليمنى، لا زالت طويلة إلى الأمام إلى ويلمرسون غارسيا، غارسيا طالت على الكرة والعرضية لكن الكرة الماضية القرار ماذا؟ رينالدو دا سيلفا من أمام ويلمرسون غارسيا، شاهد الكرة الماضية، شاهد اللقطة الماضية، البرازيلي من أمام البرازيلي الآخر وحسين أمام، لكن أيمن الحسيني قد يحالف الحظ، ركلة جزاء الآن لفريق نادي الجبيل، تياغو الله سجل الجبيل الهدف الثاني بعدما تألق ويلمرسون في الهدف الأول، تياغو يصنع هدف أول ويسجل هدف ثاني، الجبيل يتقدم بهدف ثاني من ركلة جزاء والعرضة السعودية الخاصة عن طريق تياغو البرازيلي الهداف، البرازيلي الرائع من ركلة جزاء يأتي بهدف ثاني ويعطي الأفضلية لفريق نادي الجبيل، يعطي الأفضلية لفريق نادي الجبيل. الكل يتابع في هذه اللحظات ولا زلنا نتابع، تمريرة سريعة رأسية خاطئة، خطأ كبير جدا من رافائيل مارتينيز، الكرة من مصلح في اللقطة الماضية والشيخ، وبعد ذلك السعودية الرياضية الآن نصف ونعلق في 7 دقائق كوقت من الضائع، 7 حكم اللقاء
بكل تأكيد هنا في هذه اللحظات بعد نهاية الوقت الأصلي. الكرة من الشيخ، مصلح الشيخ يتقدم، مصلح يتقدم، مصلح يسدد كرة، الله، الورقة البديلة الناجحة يأتي من خلال هذه الكرة. نعم مصلح الشيخ، ويأتي بتقليص الفارق والهدف الأول لفريق العربي، هدف أول لفريق العربي عن طريق هذا اللاعب، عن طريق هذا اللاعب. نعم مصلح صلاح الشيخ الذي تقدم بكل هدوء ووضع الكرة بكل هدوء وفرح، لم يفرح أبدا لأنه يريد التعادل، لا يريد تقليص الفارق، لا يريد تقليص الفارق فقط. شاهد مصلح الشيخ تقدم بالكرة، مر بشكل جميل، وضع في الزاوية القريبة جدا من رافائيل مارتينيز، وبعد ذلك في الزاوية الضيقة. الكرة بتصل سريعة جدا، حمد حرقان، هناك ناصر المقحمة، الكرة بتصل إلى الجهة اليسرى، بتلعب عالية وعرضية ولكن إلى رافائيل مارتينيز في استئناف اللعب في هذه اللحظات في رأس اللعب الغامدي. كرة إلى حميد وتراوري الآن، حميد يلعب كرة عرضية عالية إلى رينالدو دا سيلفا، كرة إلى مصلح الشيخ، مصلح الشيخ، لا زال مصلح وكرة وفيها تسديدة عادت، لا زالت لكن إلى أحضان حارس المرمى رافائيل، إلى أحضان حارس المرمى رافائيل في اللقطة الماضية والكرة الماضية. بالسلامة، بالسلامة لرافائيل، بالسلامة لرافائيل مارتينيز. شاهد رينالدو دا سيلفا في اللقطة الماضية والكرة الماضية، فرصة خطيرة وكانت آخر فرصة يبدو لي في هذا اللقاء. السلام على طريقة العرضيات حتى أيمن الحسيني متقدم، لكن الآن راسية بتعود، لا زالت الفرصة، لا زالت اللقطة. سلطان فقيه والعودة، الكرة فيها فرصة، فيها تقدم، هذه فرصة، هذه فرصة، هذه فرصة، هذه فرصة، وكرة، فرصة الهدف، فرصة الهدف، فرصة الهدف الثالث، الله، يا للجنون، يا للجنون، الله على الجبال، الله على الجبال، من وسط الملعب، من وسط الميدان، من تقدم أيمن الحسيني، لكن وضعها الحريف، وضعها اللعيب، وضعها المحترف، وضعها فينيسيوس، وضعها الرقم 10، 10 على 10 يا فينيسيوس، 10 على 10 يا برازيلي، الله على هدف جميل من وسط الملعب، شاهد المرمى خاليا، شاهد تقدم أيمن الحسيني، شاهد 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 شاهد، المرتدة السريعة، المرتدة السريعة أيمن الحسيني، أصبح لاعبا، لاعب محور، لكن شاهد المرمى خالي، المرمى خالي، وعندما يكون المرمى خاليا، نعم يعشق الأهداف. 3-1 يا لارنت هاجس، والأمور يبدو لي بأنها انتهت الآن بصافرة الشهري، بفوز ثمين لمصلحة فريق نادي الجبيل. ألف ألف مبروك لنادي الجبيل، حظ أوفر للنادي العربي، مباراة كبيرة جدا قدمها كلا الفريقين في الشوط الأول الجبيل، في الشوط الأول نعم الجبيل، في الشوط الثاني في دقائق معدودة كان العربي، لكن الجبيل تفوق. ألف مبروك لأبناء الجبيل، حظ أوفر لأبناء عنيزة. أنتقل بكم الصوت والصورة إلى زميلي بندر الفليت، والشكر موصول للجميع. تقبلوا تحياتي أنا عبد الله العمري معلقا وصفا عبر القنوات السعودية الرياضية، ألقاكم في مباريات القادمة بحول الله، زميلي بندر.